بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين، ونستهلها كالعادة بالعناوين. العيد للناس اللي بتطلع في بعضها، الناس اللي مش لاقي أكل تأكل، الناس اللي ما فيش عندها عيشة محترمة. غزة تأبى إلا أن تحتفي بالعيد رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة. الشارع الفرنسي يتحرك بعدما تبنت الحكومة تعديلات على قانون العمل من دون طرحها للتصويت. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يهز السوق العقارية، بنوك تجمد القروض ومستثمرون ينسحبون من صفقات بمئات الملايين. أهلا بكم. واقع الحال يلقي على بهجة العيد في غزة ما يلقي من ظلال، فأوضاع الغزاويون الحياتية والاقتصادية تزداد سوءا يوما بعد يوم بفعل حصار الاحتلال والانقسام، لكنها غزة تسعى إلى استقبال العيد على أمل أن يكون الفرج غير بعيد. يلا يا بنات يلا يا صبايا. أسواق غزة تغص ببضائع تجار يعرضون وتعج بتزاحم زبائن لا يطلبون. أركان الازدهار التجاري متوفرة، لكن تفاقم تردي الأوضاع ينعكس على عنصر القوة الشرائية، وتختل المعادلة تحت وطأة إحباط زبون يطلب لكنه لا يملك ما يسعد به صغاره في يوم العيد. هذا مش عيد، وين العيد؟ العيد للناس اللي بتطلع في بعضها، الناس اللي مش لاقي أكل تأكل، الناس اللي ما فيش عندها عيشة محترمة، الناس اللي شايفة الويل والعذاب. الله أكبر، في عز دين رمضان يا راجل، هذا عيد؟ هذا حزن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وين العيد؟ هو هذا عيد؟ العيد لله مهدي بالهم وبيشتغلوا وبيجيبوا. هينا احنا لا شغله ولا عمله، والواحد مش عارف من وين يجيب مصاري، بيشتغلوش. كما يتآكل رأس المال بفعل التضخم وتواصل الركود، تكبر مسببات انهيار الاقتصاد في غزة وتستفحل تداعياته بسبب الحصار. خطوط بطالة وفقر تزداد ارتفاعا في مقابل فرص عمل تمعن في الانخفاض. الناس بتتفرج وبتطلع وبتقلب وبتشقلب، بس بيع ودفع ومصاري وهيك لا، ما فيش يعني قوة شرائية 30-40% من 100%. العيد ضيف ثقيل عند السواد الأعظم من أبناء غزة، ولا يرون في زيارته غير تكاليف ترهق كواهل المحاصرين. وضع اقتصاد غزة يتخطى اليأس والتشاؤم ويوغل في الألم عندما يكتبه العيد في نفس مواطن أغلق مؤشر إحساسه عند حاجز لا سعيد. ورغم كل ذلك تفتح غزة ذراعيها باستحياء لاستقبال العيد. لن شاهين غزة، الميادين. اتفقت شركة هيرئل الإسرائيلية للتأمين مع صندوق البنى التحتية الإسرائيلي على شراء حصة 3% في حقل تمار الغاز الطبيعي من شركة نوبل أنرجي الأمريكية، وذلك مقابل 369 مليون دولار، علما أن هيرئل تملك خيار شراء نسبة 1% إضافية في تمار مقابل 123 مليون دولار. ووافق كونسورتيوم تقوده شركة نوبل على مشروع حفر بئر جديد في تمار تمويل من شركتي دالك وأفنير الإسرائيليتين. بدأت شوارع باريس والمدن الفرنسية الكبرى تمتلئ بالمتظاهرين بعدما أعلن رئيس الحكومة الفرنسية تبني تعديلات على قانون العمل المثير للجدل من دون طرحه للتصويت على النواب. وكما حدث في القراءة الأولى في الجمعية الوطنية، سيطرح رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس مسألة الثقة أثناء القراءة الثانية لتفادي التصويت على التعديل، ولا سيما أن هذا التعديل أثار غضب النقابات العمالية ودفعها إلى تنظيم التظاهرات منذ 4 أشهر. Et absente sur l'essentiel. Pire, il m'a l'expression crever l'abcès. أكثر من 4 مليارات يورو قيمة صادرات الأسلحة الألمانية في النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 3 مليارات و360 مليون يورو. وقالت صحيفة ديفالت الألمانية إن قيمة الموافقات الفردية لصادرات الأسلحة بلغت 7 مليارات و860 مليون يورو، أي ما يعادل 8 مليارات و750 مليون دولار، علما أن وزير الاقتصاد سيغمار جابرييل تعهد بالتعامل بحذر مع تصدير سلاح ولا سيما إلى الشرق الأوسط.
إضراب جزء من عمال شركة طيران الإيطالية أليتاليا يؤدي إلى إلغاء 142 رحلة، وذلك إثر إقدام الشركة على إلغاء بعض الامتيازات الخاصة بهم. الشركة أصدرت بياناً اعتبرت فيه أن الإضراب غير عادل، ويأتي احتجاجاً على إلغاء امتياز يتيح للطيارين والعمال السفر مجاناً إلى المناطق المختلفة في البلاد. في مقابل بيان الشركة، اعتبرت نقابات العمال أن هذا الإضراب هو الأول منذ سنوات، ويأتي بعد سلسلة من القرارات التي ضربت الحقوق الوظيفية وأدت إلى زيادة عدد ساعات العمل وصرف موظفين بنحو تعسفي. قالت الشبكة الوطنية للغاز في بريطانيا إن البلاد قد تعتمد على الدول الأخرى عام 2040 للحصول على 93% من حاجاتها من الغاز إذا استمر ضعف النمو الاقتصادي. بريطانيا تستورد حاليا نحو نصف إمدادات الغاز، ويتوقع أن ترتفع هذه الواردات. ووضعت الشبكة الوطنية للغاز سيناريو يرتكز على تعزيز الإمدادات المحلية من الغاز وتمهيد الطريق لاستخراج الغاز الصخري. خروج بريطانيا أدى إلى اهتزاز الأسواق العقارية التي تشكل موردا هاما للاقتصاد البريطاني، فقد جمدت بعض البنوك الأجنبية قروض الرهن العقاري للمستثمرين، كما انسحب بعض المستثمرين من صفقات تجارية تقدر بمئات الملايين من الدولارات. موسى سرور. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يهز الأسواق العقارية في مدينة الضباب، فضبابية المشهد السياسي وانخفاض سعر الجنيه الاسترليني دفعا بنوكا أجنبية ولا سيما بنك يونايتد أوفرسيز السنغافوري إلى تجميد مؤقت لقروض الرهن العقاري من أجل شراء وحدات في لندن، كما فرضت المغادرة من أوروبا على بعض المستثمرين إلغاء صفقات عقارية تقدر بملايين الدولارات، ولا سيما شركة الاستثمار الألمانية التي ألغت صفقة لشراء مبنى كانون بليس في وسط العاصمة المقدر ب 650 مليون جنيه استرليني. في هبوط تقريبا بحدود 20%، بس هذا ما بيعني انه هبوط وقفت الاسعار، في احتمال يرجع يتحسن. هذه الشوك الاولي اللي وصلت فحاولوا ينزلوا الاسعار بحدود 10 ل 20%. جمود الأسواق العقارية جعل المستثمرون الأجانب ولا سيما الخليجيون منهم يتريثون في شراء عقارات، خصوصا بعدما منيت الاستثمارات الخليجية المقدرة ب 200 مليار جنيه استرليني بخسائر كبيرة بعد أن صوت البريطانيون بالخروج من الاتحاد الأوروبي، مثل الصندوق السيادي الكويتي الذي تكبد بحسب الصحافة البريطانية خسائر بمليارات الدولارات نتيجة انخفاض قيمة استثماراته في المركز المالي المعروف باسم كناري وورف. الأوضاع الاقتصادية تعتمد جزئيا على أسئلة سياسية تتمحور حول معالجة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد رأينا بعض التداعيات الاقتصادية المباشرة على جميع القطاعات، وذلك لارتباطها بالجنيه الآخذ في التراجع. وتراجعت الاستثمارات العقارية في بريطانيا إلى مستوى لم تعرفه المملكة من قبل، حيث أشار تقرير لشركة كوشمان أند ويكفيلد للخدمات العقارية إلى أن حجم الاستثمارات العقارية التجارية في بريطانيا وصل إلى 11 مليار جنيه استرليني في أول 3 أشهر من العام الحالي، بما يمثل انخفاضا نسبته 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. تسعى الحكومة البريطانية إلى طمأنة المستثمرين الأجانب إلى متانة وقوة الاقتصاد البريطاني بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تبعث الأمل على استعادة الأسواق المالية والعقارية دورها الريادي في أوروبا. ومن غير المرجح بحسب المراقبين أن يؤدي الانخفاض الحاد للجنيه الاسترليني إلى تبديد بعض تأثيرات الضرائب العقارية، ما قد يفتح شهية أثرياء الخليج والعالم على الاستثمار في الأسواق العقارية البريطانية. مستصر لندن، الميادين. 49% من الشركات تشعر بالتشاؤم حيال مستقبل اقتصاد بريطانيا بعد نتائج استفتاء الاتحاد الأوروبي. أظهر مسح لمركز البحوث الاقتصادية أن النسبة قفزت من 25% قبل إعلان نتائج التصويت إلى 49% في الأسبوع التالي للتصويت، ما يعزز الرأي القائل إن اقتصاد بريطانيا قد يواجه أوقاتا صعبة بعد خروجه من الكتلة الأوروبية. وكان مارك كارني محافظ بنك إنجلترا قد رجح الحاجة إلى إجراءات إضافية لتحفيز الاقتصاد على مدى فصل الصيف.
حذر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي من اقتراح بريطانيا خفض ضرائب على الشركات إلى ما دون 15%، وقال إن هذه الخطوة من شأنها خلق تنافس ضريبي داخل القارة الأوروبية وقد تؤدي فقدان جزء كبير من إيرادات الخزانة البريطانية. موسكوفيتشي دعا إلى انتظار انتخاب زعيم حقيقي لحزب المحافظين، معتبرا أن جورج أوزبورن وزير المال الحالي في بريطانيا لن يكون هو من يضع الموازنة المقبلة. يعتزم قادة مجموعة العشرين تجديد التزامهم بتجنب فرض أي حواجز تجارية جديدة لمدة عامين آخرين في ظل الغموض المحيط بالاقتصاد العالمي على خلفية قرار بريطانيا الأخير الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ويعقد القادة قمة في الصين أوائل أيلول سبتمبر المقبل بهدف بحث سبل مواجهة المتغيرات الاقتصادية الحالية، في وقت أشار تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية إلى أن دولا في المجموعة هي بريطانيا والصين وألمانيا والهند واليابان وروسيا و أمريكا قد فرضت 145 قيدا تجاريا جديدا خلال 7 أشهر فقط. رفعت الصين حجم اقتصادها من خلال إضافة الإنفاق على البحث والتطوير إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي. الطريقة الجديدة في احتساب الإنفاق زادت من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، لكنها لم تؤثر سوى بشكل طفيف على معدلات النمو السنوية. لكن الطريقة الجديدة تؤدي إلى مساهمة الإنفاق على البحث والتطوير في النمو. بهذا الخبر نختم النشرة الاقتصادية. للمزيد زوروا موقعنا الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.